أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وادي الشفاء. حلقة النهاردة حلقة مميزة وحلقة مختلفة، هنستضيف فيها فريق مستشفى وادي الشفاء بشبرا الخيمة، وهيكون معنا جزء إداري وهيكون معنا جزء طبي. الجزء الإداري هنتكلم فيه مع الأستاذ أحمد خطاب المدير التنفيذي لمستشفى وادي الشفاء، والجزء الطبي مع الدكتور رامي عزت المدير الطبي وأخصائي البطن العامة والجهاز الهضمي والكبد والحميات. وطبعا احنا زرنا مستشفى وادي الشفاء احنا وفريق العمل، وبصراحة حاجة مميزة جدا وحاجة مشرفة جدا، سواء من الناحية الطبية أو حتى من حسن التعامل مع الزوار. وهنبدأ مع بعض بالجزء الطبي مع الخلوق جدا الأستاذ أحمد خطاب. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك وشرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك كلك ذوق. ودكتور رامي أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا فندم. يعني أنت شرفت ونورت برنامج وادي الشفاء، وإحنا سعداء جدا مع حضرتك معانا. ربنا يخليك. تسلم. ونبدأ بقى مع الأستاذ أحمد خطاب. أستاذ أحمد، بما إن حضرتك المدير التنفيذي لمستشفى وادي الشفاء، عايز حضرتك تكلمنا عن مستشفى وادي الشفاء، وتكلمنا عن التخصصات اللي فيها والعمليات اللي فيها. طبعا إحنا زرنا المستشفى وشفنا كل ده بنفسنا، ولكن حابين حضرتك أكتر يعني توضح لينا أكتر والسادة المشاهدين. تمام. هو في البداية إحنا كمستشفى وادي الشفاء، هوضح إحنا مجموعة طبية اسمها وادي الشفاء. عندنا مستشفى وادي الشفاء عندنا مجموعة صيدليات بنوفر فيها كل الأدوية، حتى الأدوية الناقصة بالسوق تقدر تلاقيها عندنا في صيدليات وادي الشفاء، بالإضافة للمستشفى. والتارجت بتاعنا حتى بعد كده يبقى عندنا سلسلة مستشفيات، تحديدا مستشفى وادي الشفاء شبرا الخيمة مبتدين فيها الخدمة الطبية على أعلى مستوى بأخصائيين واستشاريين متخصصين في المجال، بالإضافة لجناح العمليات، بالإضافة للحضانات اللي احنا بنتعامل فيها معاملة الأطفال إنهم أطفالنا، مع عدم الاستغلال المادي تماما، ده شيء مرفوض عندنا تماما. عندنا التخصصات الطبية في العيادات، كافة التخصصات الطبية، وعلى رأسهم دكتورة معزة تخصص البطن والجهاز الهضمي والكبد. عندنا المعمل، وشغالين بالمعمل بتاعنا 24 ساعة، بنقدر نستلم تحليلنا من المنازل، بنقدر ان احنا نطلع النتائج خلال ساعتين كحد اقصى. عندنا الاشعة، بنشتغل بتكنولوجيا ديجيتال اللي هي مش موجودة في اي مكان لسه في مصر، اسمها دي ار. ده كده معظم الموضوع بشكل عام. تمام. يعني حضرتك حابب توضح ان كل شيء متوفر في المستشفى، وانها مش مستشفى فقط، لا ده في صيدليات كمان وفي كل حاجة متوفرة. تمام. وحضرتك حابب توضح ان المستشفى متأسسة لهدف يعني العبء، تخفيف العبء على الناس وعدم الاستغلال. مظبوط، لان احنا كمان بنشتغل بسعر كشف رمزي جدا، وبنساعد حالات كتير جدا غير قادرين عاملينها احنا كمجموعة ومع الدكتور رامي، انه بنستقبل الحالات الغير قادرين مجانا، سواء اشعة سواء تحاليل سواء كشف، حتى بنوصل لبعض الاحيان للعملية انها تكون مجانا، بنستقبل اطفال في الحضانات لغير القادرين مجانا. تمام. يعني حضرتك حابب توضح ان مش شرط ان مثلا واحد مثلا مش مقتدر او معهوش المستشفى ما تستقبلهوش، يعني شايف حضرتك ان ده اللي بيميز مستشفى وادي الشفاء عن المستشفيات التخصصية المتخصصة الاخرى. تمام. لان احنا القصد بتاعنا بيزنس، اوكي، بس مع الجانب الانساني اللي مبني عليه المجال الطبي. مش معنى ان انا مش معايا تمن الكشف فخلاص اقول لك انا اسف ما تتفضلش، لا، ياخد الرعاية الطبية، قدر يجيب تمن الكشف بعد كده اهلا وسهلا، ما قدرش فاحنا عملنا الشق الانساني بتاع الخدمة الطبية اللي اساسا الدكاترة كلها بتشتغل. تمام. بنفس المبدأ ده. تمام. يعني حضرتك حابب توضح وتقول ان المستشفى ماشية بمبدأ المبدأ الانساني قبل المبدأ اللي هو البيزنس، يعني كون انسان قبل ما تكون مظبوط طبيب او صاحب مستشفى. مظبوط. طيب حضرتك اتكلمت برضو دلوقتي عن مبادره او ان حضراتكم بتستقبلوا حالات مثلا للناس مش مقتدره. تمام. قلت لي برضو قبل الهوا ان في مبادره حضراتكم عاملينها. تمام. لغير المقتدرين، سواء كشف او تحاليل تقريبا. تمام. هو احنا عندنا بمناسبه دي مفاجاه اللي كنت محضرها لحضرتك، بمناسبة تصويرنا في البرنامج ان شاء الله الويك اند ده اللي احنا الخميس جمعة سبت، هيبقى عندنا التحاليل ب 50% خصم. عندنا الجمعة بكرة
قياس الضغط والسكر فري مع الدكتور رامي عزت. تمام، يعني بكره ان شاء الله في مبادره مجانيه لغير المقتدرين مع الدكتور رامي عزت. اسمح لي بقى انتقل للدكتور رامي عزت. اتفضل يا فندم. وبعدين ارجع لحضرتك. اتفضل. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ ازيك يا استاذ، نورت وشرفت. وطبعا النهارده مع الدكتور رامي عزت احنا محضرين موضوع طبي هام جدا يهم الكثير، وهو هنتكلم عن فيروس كورونا، وهنتكلم عن جرثومه المعده اللي ممكن في بعض الاحيان ناس كتير جدا بتعاني منها وما تعرفش اسبابها. هنتكلم مع في كل ده مع الدكتور رامي عزت. دلوقتي يا دكتور يعني عايزين نبدا على طول في جزء طبي. انا النهارده ناوي استغلك طبعا. مش هضحك. الدكتور متميز البشوش، انا ناوي استغلك النهارده. عايزين الاول نعرف ايه اخر مستجدات فيروس كورونا والاعراض. هل الاعراض زادت ولا قلت مع الموجه الجديده، ولا ايه اللي حصل في فيروس كورونا اللي مهدد العالم ده؟ بص، هو احنا الحمد لله حاليا الموجه الرابعه اهدى كتير من اللي قبلها، وده ليه اسباب كتيره. طبعا اولا وعي الناس بدا يزيد، ثانيا التطعيمات اللي ماشيه دلوقتي بدأت تقلل حدة المرض، ثالثا ان الناس بدأت او اي حد بيجي له اي اعراض بيجري على طول على الدكتور، مش زي الاول ان هو مثلا حابب ان هو يستنى شوية ويشوف هيخف لوحده ولا لا، ما بقاش الكلام ده موجود. اي حد بيحس باعراض بيطلع على طول، فاللي بيتلحي بدري. فدي بقت حاجة كويسة. تمام. طيب في طريقة معينة ان الواحد يزود المناعة عشان يقي نفسه، ولا مش شرط؟ لا، هي الفكره كلها ان احنا الوقايه بتبقى عن طريق الحاجات اللي احنا عارفينها كلها طبعا، وعلى طول الاعلام المصري بيذاعها، ان احنا التباعد الاجتماعي، الكمامه، نغسل ايدينا كويس دايما، الكحول، هي دي الحاجات اللي فعلا هي الوقايه. تمام. طيب دلوقتي يا دكتور في اعراض، يعني في مضاعفات او في حاجه مثلا بتيجي بعد التعافي، يعني الواحد خف من فيروس كورونا، ممكن تجي له اشياء تانية او مضاعفات تانية ولا لا؟ ولو ممكن ايه هي، وازاي الواحد يقي نفسه منها؟ للاسف هو فعلا في ظهرت حالات كتير بتبقى في اعراض بتظهر بعد العيان ما بيتحول لسلبي من الكورونا، بتبقى في اعراض لسه موجوده او في اعراض تانية بتظهر، زي في حاجات بسيطه زي مثلا الاجهاد المستمر او قله التركيز او دايما النهجان. دي اعراض دايما بتبقى موجوده مع ناس كتير بعد ما بيخفوا من الكورونا وبتستمر لشهور. في طبعا حاجات اخطر من كده زي الجلطات مثلا، يعني في ناس بيجي لها معامل التجلط بتاعها بيفضل عالي، فبتحتاج دايما ان هي تمشي على سيوله فترات اطول. تمام. في ناس في الفتره الاخيره بيقول لك ان في جزئين، في جزء يقول لك ان اللي يجيله الفيروس ما بيجيلوش تاني، وفي جزء يقول لك اللي يجيله الفيروس لا يجيله تاني عادي. يعني ايه راي حضرتك في الكلام ده؟ الحقيقه ايه؟ اللي بيجيله مره وبيتعافى منه بيجيله تاني ولا لا؟ ولا لا ما بيجيلوش تاني؟ طيب خلينا نفرق بين حاجتين. في حاجه اسمها انتكاسه، يعني الفيروس ما راحش من جسمه ولكن قل وبدا يعلى تاني. وفي حاجه اسمها ري انفكشن، يعني العين خف ورجع له تاني. الفيروس عباره عن انفلونزا متحوره. تمام. فالانفلونزا العين اللي بيجيله انفلونزا ممكن يجيله تاني، بالذات ان الفيروس بيتحور. احنا اتكلمنا في موجه واحده اثنين ثلاثه والرابعه. فطبيعي ان اللي بيجيله مره ثانيه بيجيله تاني، بس بيبقى في فتره اسمها مناعه، العيان بيجيله مناعه من اسبوعين لشهرين. الفتره ديت بيبقى عنده مناعه جزئيه ان هو ما يجيلوش الفيروس تاني، لكن طبعا ممكن يجيله عدوى واحد واثنين وثلاثه. تمام. هنتقل مع حضرتك لشيء سمعنا عنه كتير جدا في الفتره الاخيره، وهو الفطر الاسود. الفطر الاسود طبعا سمعنا عنه، مع انه يعني ما اتكلمت مع حضرتك قلت ان حاجه يعني نادره. تمام. بس بقينا نسمع عنه، ناس كتير جدا بتتكلم عنه في الفتره الاخيره، وفي ناس قلقانه. يعني هتقول للناس ديت ايه؟ ايه هو الفطر الاسود وايه اعراضه، وهل هو حاجه منتشره ولا لا؟ يعني عايزك توضح ده كله للساده المشاهدين. طيب مع حضرتك الكاميرا ووضح للساده المشاهدين. مبدئيا انا مش عايز الناس تقلق، هو الفطر الاسود اصلا ده فطر موجود اساسا في البيئه المحيطه حوالينا في الاماكن الرطبه، او سوري في الكلمه الاماكن اللي فيها عفن كتير. هو الفطر ده عباره عن عفن. احنا سمعنا عنه لما انتشر في الهند مش في مصر. ولما انتشر في الهند طبعا انت عارف ان الهند التكدس فيها عالي جدا، الكثافه السكانيه، وفي نفس الوقت مستوى المعيشه قليل جدا. فعشان كده لما انتشر بسرعه. كان عندنا موضوع تاني خالص، احنا عندنا الفطر الاسود نادر جدا، يمكن
حالات تتعدى على الايد الواحده اللي ظهرت في مصر وتعالجت على طول لان هي اكتشفت بسرعه. هو عباره عن التهاب فطري بيجي اكتر في الحالات اللي فيها المناعه قليله. المناعه بتقل ليه؟ في طبعا حالات مرضيه بتقلل المناعه زي الايدز زي السرطان الكلام ده، وفي حالات تانية بتبقى نتيجه العلاج زي الناس اللي بتروح للصيدليه مثلا وتاخد علاج من غير متابعه طبيب والتزونات والكلام ده كله، فبيقلل المناعه، فده اللي ممكن يزود فرصه حدوث الايه المرض الفطري. تمام يا دكتور رامي. طب ايه راي حضرتك ناخد فاصل وبعدين ننتقل لموضوع تاني وهو جرثومه المعده ونتكلم فيه؟ اتفضل. اعزائي المشاهدين فاصل ثم بعد ذلك نستكمل الحديث مع الدكتور رامي عزت والاستاذ احمد خطاب. أعزائي المشاهدين وبعد ما رجعنا من الفاصل نستكمل الحديث مع الدكتور رامي عزت والأستاذ أحمد خطاب. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا بيك مرة ثانية. دكتور رامي أهلا وسهلا بيك مرة ثانية. أهلا بحضرتك. نستكمل الحديث بقى، وزي ما احنا قلنا هنرجع نتكلم في موضوع ثاني وهو جرثومة المعدة. تمام؟ تمام. هنكمل طبعا المواضيع الطبية مع بعض ونتكلم في جرثومة المعدة. عايزين نعرف إيه هي جرثومة المعدة؟ وإمتى بتيجي جرثومة المعدة؟ طيب خلينا بس نتفق الاول ان جرثومه المعده برضو ده ميكروب موجود في البيئه المحيطه وموجود منتشر جدا ومش محصور على مصر بس، لا هو حوالي ثلثين سكان العالم مصابين بجرثومه المعده. جرثومه المعده هو ميكروب معظم الناس ما بتتاثرش بيه كاعراض، ما بنديش ندور عليه غير لما بيحصل حاجه اسمها قرحه معده. طيب قرحه المعده زمان كانت بيقول لك مثلا مسكنات، شطة، العيان ده بيشرب كحوليات قبل ما نكتشف ان جرثومة المعدة هي المسبب الرئيسي لقرحة المعدة. قرحة المعدة 85% من قرحة المعدة سببها جرثومة المعدة. تمام يعني ولكن مش جرثومة المعدة السبب الرئيسي. مش جرثومة المعدة دايما بتأثر على المعدة وتعمل قرحة. تمام يعني حضرتك حابب توضح ان مضاعفات جرثومة المعدة هي جرثومة المعدة اللي هي القرحة. تمام؟ بداية. طيب ايه أسبابها؟ يعني ايه الأسباب اللي ممكن بسببها تيجي جرثومة المعدة لأي حد؟ يعني ازاي يقي نفسه منها؟ طيب هي زي ما قلنا هي موجودة في البيئة اللي حوالينا،
فأسبابها هي مشكلة في البيئة اللي حوالينا، بمعنى صرف صحي دخل على مية، مية مش نظيفة، مية شرب يعني، أو طعام مش مغسول كويس، أو طعام متحضر بره البيت بإيدين مش نظيفة. دي الأسباب اللي ممكن تعمل عدوى بجرثومة المعدة. يعني التلوث، بالظبط، التلوث البيئي اللي حوالينا، التلوث البيئي، إذا كان أكل أو شرب، وتحديدا الأطعمة الملوثة، يعني أطعمة ملوثة ومية شرب ملوثة. تمام. طيب دلوقتي الواحد عنده جرثومة، تمام؟ ازاي يعرف ان هو عنده جرثومه اساسا؟ يعني ايه الاعراض اللي بتبان عليه عشان يعرف انه عنده جرثومه معده؟ زي ما قلت لحضرتك في الاول، جرثومه المعده بنسبه كبيره ما بتعملش اعراض، لكن لما بتبتدي في نوع منها، لما بتزيد بقى في نوع منها، هي نوعين، في نوع منها ما بيعملش اعراض، وفي نوع تاني خبيث شويه فبيبتدي يعمل اعراض ويعمل قرحه. فالعيان لما بيجي لنا باعراض القرحه، زي الم في فم المعده، ارتجاع للمريء، انتفاخ في القولون، الاعراض بتاعت القرحه. تمام. الاعراض اللي هي بتاع القرحه بتاع المعده، تمام، اللي هي يعني كلها اشياء خاصه بالتلوث، تمام، فبيبقى باين على الواحد اعراض التهاب الجهاز الهضمي، تمام، اذا كان ارتجاع مريء او قرحه معده. تمام. وعشان الواحد يقي نفسه يعني يحاول بقدر المستطاع يتبع اساليب صحيه، انه يتبع الاساليب الصحيه، شرب نظيفه، الاكل بتاعه يبقى يستحسن من البيت، دايما يشوف لو هياكل من بره يبقى اماكن نظيفه، بيستخدموا الجلافز اللي هي الجوانتيات في التعامل مع الاكل. طيب ايه الفحوصات؟ يعني دلوقتي جاي لحضرتك مريض عنده جرثومه، تمام، ايه الفحوصات اللي حضرتك بتطلبها منه؟ بص، هو في 3 فحوصات لجرثومه المعده، في فحص في الدم، وفحص في البراز، وفحص عن طريق النفس. تمام. الاشيع والادق هو الفحص اللي في البراز، ده اللي بنشخص بيه جرثومة المعدة. الفحص اللي في الدم ممكن بنتابع بيه بعد كده. تمام. طيب اسمح لي يا دكتور رامي انتقل للاستاذ احمد وارجع لحضرتك تاني. استاذ احمد وحشتنا. يا استاذ احمد عايزين حضرتك يا استاذ احمد، يعني طبعا انت قلت لي ان في ناس وقفت جنبك وناس ساعدتك، مظبوط، وقلت لي اشياء كتير جدا، فلو هتوجه رساله شكر لحد، تمام، ومع حضرتك الكاميرا، وهتوجهها لمين وهتقول فيها ايه؟ تمام. هو زي ما في ناس كتير ساعدتنا، بصراحة في ناس كتير بتكسر فينا، بس خلينا نتكلم في اللي ساعدونا. طبعا الواحد في حياته ما بينكرش فضل دعوات الأب والأم. في البيزنس لما هنيجي نبص تحديدا ليه، في المستشفى، في الاستاف اللي معانا ما شاء الله دلوقتي، دكتور رامي عزت على رأسهم طبعا، رئيسة التمريض مدام شيماء، أستاذة فاطمة، المديرة الإدارية للمكان مدام هاجر، الدعم معنا اللي في الصيدليات ما بين أستاذ مصطفى، أستاذ عمرو، أستاذ محمد، على توفير الأدوية دايما عشان يبقى الصيدلية بتسبورت دايما المستشفى في الروجتات اللي بتتكتب، والمريض ما يلفش كتير على أنه يلاقي العلاج بتاعه وياخد الخدمة الطبية كاملة. دي الناس اللي مش عايز انسى حد، بس دي اهم الناس يعني بصراحه. تمام. يعني كلام حضرتك جميل جدا، ومن لا يشكر الناس لا يشكر. تمام. وطبعا يعني حبيت في حضرتك ان حضرتك يعني بتهتم وبتشكر، وانك انت دور الناس اللي معاك يعني بتذكره وبتهتم بيه، ودي حاجه جميله جدا في حضرتك. وعشان كده احنا لما روحنا صورنا كانت اراء الناس يعني حاجه جميله وحاجه مشرفه جدا. تمام. في حضرتك وفي الاطباء وفي المستشفى، يعني حاجه جميله جدا بصراحه. تمام. طيب بتحلم بايه للمستشفى؟ يعني المستشفى بتحلم بيها الايه للمستشفى، او بشكل عام الجزء العملي، وبتحلم بايه برضو في الجزء الشخصي؟ تمام. هقول لحضرتك على حاجة، احنا الحلم مش هيبقى على المستشفى بس، احنا ايه الحلم بتاعنا للتارجت اللي هي لمجموعة وادي الشفاء، كان شاء الله مستشفيات وصيدليات. تمام. احنا عندنا تارجت اللي هو الـ 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 الخطة قصيرة المدى، ان احنا نبقى رقم 1 في الأليوبية كمستشفى، كصيدليات، كمجموعة معامل. الخطة طويلة المدى ان احنا ان شاء الله ننافس اسامي كبيرة في المجال الطبي من مستشفيات كبيرة، وده كله
بيرجع لفضل شغل الدكاتره وانتظامهم معانا. انا عمال اقول على راسهم دكتوره معزه كتير، لان هو حد تظبط عليه الساعه في مواعيده، حالاته كتير وبتحبه جدا، يعني اكتر حد مميز عندنا بصراحه. الحاجه الثانيه الحلم الشخصي حضرتك بتتكلم عليه، نفسي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يرزقني باطفال ان شاء الله، بالاضافه لفيلا جميله كده وعربيه بي ام اكس اكس. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يحقق لك كل احلامك. ربنا تمام يخليك. واحلامنا جميعا يا رب. تمام. واسمح لي انتقل للدكتور رامي. طبعا يا دكتور رامي، لما انا يعني اعلنت ان حضرتك معايا النهارده فجالي اسئله كتير جدا، ومن ضمن الاسئله ديت طبعا السمنه ومشاكل السمنه واللي بتعمله فينا السمنه. في ناس كتير يعني، او بمعنى يعني سالتني، وبمعنى ناس كتير جدا يعني الجزء ده بتخاف منه. تمام. الشحوم اللي بتكون على الكبد. تمام تمام. يعني هو ده تخصص حضرتك بقى، ويعني انت اللي اكتر حد تفيدنا فيه. ازاي الواحد يتفاداها؟ تمام. واضرارها، ولو زادت هتعمل ايه في الواحد؟ طيب هو تشحم الكبد او الدهون اللي على الكبد بالمعنى الدارج في مصر، ده بيبقى تراكم خلايا دهنيه على الخلايا بتاعه الكبد حواليها. طيب نتفاداها ازاي؟ بان احنا ننظم مواعيد اكلنا ورياضه. تمام تمام. طيب ايه الاضرار بتاعتها؟ اضرارها كتير. على المدى القصير بتعمل طبعا وخم، بتعمل شويه كسل في وظائف الكبد، بياثر على الجسم بحيث ان العيان بيحس ان مجهوده قل. تمام. على المدى البعيد الدهون لما بتزيد عن حدها بتبتدي تخنق، خلايا الكبد تضغط عليها فبيبتدي يحصل تليف، الخلايا بتبتدي تموت. تليف. الكلام ده على المدى الطويل يعني لو ما اتعالجتش. يعني حضرتك حابب توضح ان ممكن السمنه تمام والشحوم السمنة اللي على الكبد. ايوه خلينا نفرق ما بين السمنه. تمام. ما هو وتدهن الكبد. ما هو في ثلاث انواع من الدهون، في دهون دم وفي دهون على الكبد وفي دهون الجسم. احنا دلوقتي بنتكلم عن دهون الكبد. تمام. دي حاجه ملهاش علاقه بالسمنه خالص. تمام. يعني برضو هتخليني اخد حضرتك في سؤال تاني. اتفضل. ما هو السمنه لما بتزيد زياده عن اللزوم مش كده بيبقى الشخص اجباري بيبقى عنده شحوم على الكبد، ولا مش شرط؟ لا مش شرط. مش شرط يعني ممكن شرط. واحد يبقى عنده سمنه مفرطه بس ما عندوش شحوم على الكبد. لا ممكن السمنه ديت بتبقى زياده الخلايا الدهنيه في الجسم الخارجي، ملهاش دعوه بالكبد. تمام. انا طبعا نفسي اتكلم مع حضرتك كتير. تمام. ولكن يعني استاذ تامر عبد المجيد والكنترول عمال يقول لي اختم اختم. تمام. فيعني يسمحوا لي اخد سؤال من كل واحد بعد اذنكم يا استاذ تامر. تمام. فيعني لو هتقول كلمه اخيره حضرتك هتحب تقول فيها ايه؟ انا طبعا حابب اشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده. ربنا يحفظك يا رب. واتمنى ان شاء الله ان احنا نكون بنخدم المجتمع بتاعنا، المجتمع المحيط ماديا شبرا الخيمه والاليوبيه، بالخدمه اللي احنا بنقدمها انا واستاذ احمد في المستشفى. وان شاء الله يعني تعقيبا على كلام استاذ احمد ان احنا ان شاء الله لما نتوسع فنقدر نخدم اللي حوالينا في كل منطقه نتوسع فيها على قد ما نقدر ان شاء الله. ان شاء الله يا ربنا يا رب يحقق احلامكم ان شاء الله، وباذن الله يعني تكون وادي الشفاء في كل مكان باذن الله. باذن الله. استاذ احمد اخر كلمه من حضرتك حبك توجهها لمين؟ لاصحاب المستشفيات. تمام. لو هتقول ليهم حاجه هتقول ليهم ايه؟ الشق الانساني في الموضوع مهم جدا. مع الكاميرا عشان بس يركزوا معايا. الشق الانساني مهم جدا، لان زي بعض الاطباء بتتضايق ان المستثمرين داخلين في الموضوع بهدف الاستثمار البحت بدون مراعاه الصفه الاساسيه في المهنه الساميه ديت اللي هي الانسانيه، في ناس تانية كتير مستثمرين بتتعامل بالإنسانية وإن الفرد ياخد الخدمة الطبية، مش شرط إن هو يروح مستشفيات الحكومة اللي ما بتأديش خدمته بسبب الضغط الكبير ونقص بعض المستلزمات، لا يروح مستشفى خاصة ويدخل ويتعالج بدون ما يدفع. ودي أكتر نقطة بطلب منها من مستثمرين المستشفيات والأطباء ياخدوا بالهم منها قوي، لأن الظروف الاقتصادية اللي بتعيشها المجتمع دلوقتي بتعيشها الناس بقت صعبة جدا عليهم. يعني
كلام حضرتك جميل جدا وسليم، ويا ريت كل الناس تراعي الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ويا ريت كل المستثمرين مش شرط في المستشفيات فقط، مش شرط في الجزء الطبي، يراعوا ظروف الناس، لان فعلا زي ما الاستاذ احمد قال الناس في بعض الاحيان او جزء كبير من الناس بيعاني عناء شديد جدا، فلازم المستثمرين يعني يحسوا بيهم، او مش المستثمرين بس، انت حتى لو عندك عامل في اي مكان حس بالعامل اللي عندك، لو عندك اي شيء اهتم بيه، لو انت شايف حد في الشارع تعبان، شايف حد جنبك محتاج، شايف اي حاجه، المفروض كلنا نراعي ظروف بعضنا، المفروض ما يبقاش عندنا الاسوأ الشديده، او يعني يبقى عندنا لين القلب، لازم كلنا نبقى كويسين مع بعض عشان المجتمع يعني يبقى افضل بكتير، ويبقى فيه يعني تعمير، ويبقى فيه اشياء كتير جدا مثمره. وطبعا انا مش عارف اتكلم عشان وقت الحلقه، وبشكرك جدا يا استاذ احمد وشرفتني ونورتني، بشكرك جدا يا دكتور رامي وشرفت ونورت برنامج حلم حياه. شكرا، تسلم، ربنا يحفظكم يا رب. اعزائي المشاهدين، كنتم معنا في برنامج وادي الشفاء، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقات القادمه.